نرحب بكم مهرجان اسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 36 باسم الفنان عزة العلايلي. تعالوا معانا نشوف لقاءاتنا جوه المهرجان. بنواصل لقاءاتنا من داخل مهرجان اسكندريه السينمائي في دورته 36، وبنتكلم دلوقتي عن دور وزاره الصحه، الدور طبعا العظيم اللي هي لعبته في مهرجان اسكندريه. أولا أحب أعرفكم بنفسي، أنا دكتورة نهال عبد المعطي الدهيمي، مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بالإسكندرية. طبعا وزارة الصحة لها دور كبير جدا في تأمين من الناحية الصحية في أي مهرجان أو أي فعاليات، حتى كان في فعاليات قريبة في اسكندرية في تنشيط السياحة، طبعا إحنا كنا متواجدين علشان نحمي كل الموجودين سواء كانوا فنانين أو نقاد أو صحفيين، من يعني الحقيقة يعني وزوارنا اللي جايين من الخارج. أنا بشكر طبعا فريقي اللي هو فريق الإعلام اللي قام بدور كبير جدا، وكانوا الحقيقة بيتكلموا بلباقة وبيوصلوا معلومة بسلاسة، وحريصين جدا ان كل الفنانين يلتزموا بالاجراءات الاحترازيه، وكان بيوزعوا الماسكات على الناس كلها، وحريصين على التباعد الجسدي بين الفنانين وهم قاعدين في كل وقت، وكانوا حريصين هم يوزعوا الالكوهول والمطهرات بحيث تبقى في دايما غسيل للايدي والمسافات لو قلنا التباعد الجسدي. فالحقيقه يعني دور الاعلام يعني هو اصلا كوفيد 19 الاساس فيه توعيه، فاحنا لو عملنا الاجراءات الاحترازيه والتوعيه ان شاء الله مش هتبقى في اصابات او هتبقى الاصابات قليله جدا. وده دور يعني اداره الاعلام والتربيه السكانيه تتمثل في التوعيه للناس كلها باي حاجه، سواء التوعيه الصحيه علشان ما يحصلش اي اصابات، والحاجه الثانيه دحض الشائعات، لان الشائعه دي ممكن تبوظ الدنيا كلها. يعني لو حد قال ان النهارده مثلا في مكان في حد مصاب بالكوفيد 19 بس الناس كلها تجري والناس كلها تترعب، فاحنا لا طبعا بنطمن الناس ان الكلام ده كل دي الحاجات دي شائعات، وان احنا عملنا كل الاجراءات، وان الناس كلها اتعملت تحليل قبل ما تبدا، وان المهرجان خالي تماما. فطبعا ان انت تكذبي الشائعات وتنشري الحقيقه دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثالثه اللي بيقوم بيها الاعلام وله دور مهم كبير جدا هي تغيير السلوكيات. يعني احنا لازم نغير سلوكيات المجتمع للافضل، يعني تبقى دي حاجه يعني ايه، يبقى سلوك طبيعي لينا. يعني احنا كنا بنتكلم من قبل الكورونا على غسيل الايدي، لان كنا بنقول غسيل الايدي ده لوحده بيمنع 95% او 98% من الميكروبات والجراثيم والفطريات، مجرد ان احنا نعلمهم الطريقه الصحيحه لغسيل الايدي. والحمد لله نجحنا ان حدنا لقينا الاطفال لما كنا بنروح الحضانات او المدارس، الكل من كتر ما احنا بننشر فيديوهات ومن كتر ما احنا بنعمل توعيه في التلفزيون وبنروح لهم في الحضانات وفي المدارس في كل حته، خلاص بقى ده سلوك طبيعي طبيعي للطفل، ان هو زي يغسل ايده، ان هو ما يستخدمش حاجات زمايله. الحاجات دي طبعا مهمه جدا، وده اللي قام بيها الحقيقه اداره الاعلام والتربيه السكانيه بالاسكندريه. فانا بشكر كل فريق الاعلام اللي منتشر في جميع المناطق الاسكندريه، كلهم فريق متميز جدا، وبنحيه بنديهم دورات قويه جدا، وبنجيب ناس متخصصه علشان يبقى عندهم وعي كامل بالمواضيع اللي هيتكلموا فيها. واحنا بنتكلم في كل المواضيع الخاصه بالقضيه السكانيه وصحه المراه وصحه الاسره، وطبعا كل مبادرات السيد الرئيس احنا لنا دور كبير جدا ان احنا نوعي الناس باهميه المشاركه في المبادره، والمبادرات دي معموله ليك يا شعب اسكندريه. فاتمنى من كل الاسكندرانيه ان هم يجوا ويسجلوا اساميهم، سواء مبادره صحه المراه، سواء مبادره الامراض المزمنه، لان دي مهمه جدا جدا جدا، انها نقول ايه، اكتشاف المبكر والوقايه خير من العلاج. وانا بشكر قناه المبدعين اللي ادت لنا فرصه ان احنا نوعي الناس، ومعاكم الدكتوره علياء نائب المدير اللي هتقول لنا كلمه عن اداره الاعلام. دكتورة علياء عبد المنعم غنيمة، نائب مدير الإعلام والتربية السكانية مركزي. طبعا وزارة الصحة قايمة بمجهود كبير جدا جدا، وبنشكر عليه كل القائمين عليه، والدكتورة هالة زايد الوزيرة، وبنشكر الدكتورة علا حجازي في إدارة الإعلام والتربية السكانية القاهرة. وطبعا احنا بنقول ان اهم حاجة في لما يكون في عدد كده زحام ناخد بالنا من التباعد الجسدي، وناخد بالنا من لبس الكمامه وغسيل الايدي زي ما الدكتوره نهال برضو قالت. دي حاجات مهمه جدا تحمي اي حد ان شاء الله يعني من الميكروب بنسبه عاليه جدا جدا، ممكن تصل ل 98%. وبنشكركم فعلا على اتاحتنا الفرصه الجميله دي.
احنا بنشكر مشاركتكم جدا ونصايح التوعية اللي بتقدموها للشعب المصري ووجودكم النهاردة في اسكندرية، اسعدنا جدا، شكرا لكم. العفو، الحقيقة انا بس عاوز اقول كومنت واحد كان معانا الاستاذة غادة، الحقيقة اسعدتني جدا بتعليقها ان الاجانب كانوا مبهورين بالاجراءات الاحترازية اللي موجودة في المهرجان. مش عاوز اقول لك كلامها اسعدني قد ايه، يعني بتقول احنا يعني عاوزين نيجي مرة تانية وثالثة، مش متصورين ان انتوا يعني يعتبرونا دول العالم الثالث، انتوا اكتر من العالم الاول، انتوا يعني الحقيقه كل الاجراءات بتنفذ والدكاتره بيكلمونا بكل اللغات ان احنا زي نلبس الماسك وبيعلمونا حتى زي نلبس الماسك، وحريصين اي حد يقلع الماسك يروحوا له على طول ومنتهى اللباقه ومنتهى الذوق. فطبعا شهاده يعني ممثلين اجانب ايطاليين وفرنساويين وان هم حريصين هم يجوا مره ثانيه انهم لقوا في مصر الامن والامان والاجراءات الاحترازيه اللي بتحميهم. فانا الحقيقه بكرر شكري لكل وزاره الصحه متمثله طبعا في الدكتوره هاله زايد والدكتوره علا حجازي والدكتور خالد عبد الغني رئيس قطاع الصحي بالاسكندريه، شكرا جزيلا.